النادي الاهلي للتحكيم وشفنا التحكيم واضح للجميع. النادي الاهلي ما يعني ما تضررش من المباراه السابقه بس، ده انت شفت مباراه السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائر وقت جزاء صحيحه، ايضا مباراه سيمبا، مباراه سان داونز. فبدات الحرب وبدات المباراه تتنقل من داخل الملعب لخارج الملعب دلوقتي. هو مدرب ذكي طبعا تصريحاته، هو بيخفف الضغط عن الحكم اللي هو بتاع مباراه بكره. عايز يفهمه يعني انت ما تجيش ان احنا الحكم كان ضد النادي الاهلي الماتش اللي فات، فانت ما تقلقش من الكلام ده، فما تحاولش تجامل او ان انت تحسن الصوره، لا. هو بيديله كده بيقول لك احنا مظلومين وكان فلان لازم يتطرد واحنا كذا، واللعيبه بتشتكي، لعيبه الاهلي بتشتكي من التحكيم ازاي احنا اللي اتظلمنا واحنا كذا، فبيخفف عن الحكم بتاع مباراه بكره. احنا نتمنى، احنا مش عايزين زياده عن حقنا، عايزين حكم يكون فير، لان الحكام ضرتنا في ماتش السوبر كان ممكن تاخد بطوله، ضرتنا في الماتش اللي فات بتاع سان داونز كان ممكن ضرب جزاء 1-1 كانت نتيجه مختلفه عن 1-0، هتغير استراتيجيه الاثنين مدربين وكان هيبقى المباراه هنا حاجه تانية. انما احنا ان شاء الله نتعشم يعني ان هم اللي يعني الاتحاد الافريقي يكون عين، انا ما اعرفش معين مين الحكم بكره للمباراه، يكون حكم كويس ويكون الاهم منه كمان الحكم الفار عشان ما يبقاش الحكم تحت وفوق برضه يعني نايم، لازم يبقى فيه تناسق. زي ما قلنا ان دي بطوله كبيره عايزين تخلوها حاجه بدايه قويه للبطوله دي، لازم يبقى جميع العناصر سوبر زي ما انتوا بتقولوا يعني. دكتور ثابت، اخيرا قبل ما ننهي حلقتنا، حلو ان اللعيبه تشتغل في الاجواء دي، اجواء فيها حماس، اجواء فيها تصريحات من خارج الملعب، ده بيحط عليهم مسؤوليه كبيره داخل الملعب. وايضا كمان جمهورنا بكره ان شاء الله بعد ربنا سبحانه وتعالى يكون ليه دور مهم جدا في مباراه بكره. طبعا انا شايف ان تصريحات المدرب انا شايفه مهزوز، التصريحات دي بتقول ان المدرب خايف من النادي الاهلي، لازم نستغل التصريحات دي بشكل كويس، واحتفاله كمان بعد المباراه اللي كان مبالغ فيه بعد مباراه الذهاب، لازم نستغل الحاجات دي. ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يعدي سان داونز، النادي الاهلي بشخصيه النادي الاهلي، احنا عدينا في مواقف زي دي كتير، ولاعيبه النادي الاهلي خبرات اغلبهم بيلعب في منتخب مصر وبيلعب في منتخبات في افريقيه كتير ومنتخبات عربيه، ان شاء الله لاعيبه النادي الاهلي عندها القدره ان هي ترجع. اهم حاجه زي ما قلنا ان ما نستعجلش الهدف، اهم حاجه تلعب واحده واحده تدريجيا، تضغط تقسم الماتش صح، ممكن اول ربع ساعه زي ما قلنا لازم تضغط ضغط عالي في الاول ربع ساعه، تحاول تستغل الحماس الجماهيري الموجود، جماهير النادي الاهلي ان شاء الله هتكون كلمه السر الموجوده، تحاول تستغل الضربات الثابته، اتمنى يكون في تمرين على الضربات الثابته وعلى ضربات الجزاء برضو عشان خاطر في حاله التعادل 1-0 هنتجه لركلات الترجيح، كل الحاجات دي لازم تكون في الحسابات. واهم حاجه، اهم حاجه شخصيه الاهلي، لازم اللعيبه تكون تحت يعني ان شاء الله الصوره اللي قدامنا دي صوره جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هي هتكون ان شاء الله اللاعب رقم واحد، واللي يعني ان شاء الله هتكون روح الفانيلا الحمراء موجوده بكره باذن الله، وان شاء الله انا واثق باذن الله ان احنا قادرين ان احنا نرجع ان شاء الله. هضيف عليها اسامه حاجه صغيره خالص سريعه، بكره اللي هيدير اللقاء حكم سنغالي الكابتن عيسى سي، ده حكم سنغالي اللي هيدير اللقاء بكره. ربنا يسهل ويكون راجل فير كده وعنده شخصيه ويعني يحكم باللي شايفه ان شاء الله. حاجه اخيره بس، اخيرا عشان اقول وقتنا انتهى، الاخطاء يعني نتمنى يبقى فيش اخطاء بكره، ان انت لغايه اخر لحظه حتى لو النتيجه 0-0 انت جون يدخلك في القصه ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن حشيش. شكرا كابتن، متألق كالعاده. ربنا يخليك، شكرا. شرفتنا ونورتنا يا دكتور ثابت، متألق كالعاده. شكرا كابتن اسامه، ودايما بكون سعيد بالتواجد مع حضرتك ومع كابتن محمد. حبيبي. وانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيوفي الكابتن محمد حشيش ودكتور احمد ثابت، بنبارك لفريق 2005 ويا رب بكره نبارك للفريق الاول بفوزه على سان داونز، وبكره ان شاء الله يعني جمهور النادي الاهلي كالعاده نشوف بكره ان شاء الله استاد القاهره مليء بجماهير النادي الاهلي، حماس وتشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه، ويكون التوفيق ان شاء الله من نصيب لاعبي النادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، قريبا ان شاء الله استوديو جديد من